حنمشي معاكم للمطار واستعلامات المطار، الحركة الخاصة بالهبوط والإقلاع في مطار الخرطوم الدولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس، صباح الخير عليك. أهلا مرحبا بكم. أهلا بك عوضية من استعلامات المطار، وحابين نعرف معاك اليوم حركة الهبوط والإقلاع من وإلى مطار الخرطوم الدولي. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالرحلات العالمية. هذه الجدة رحلة 781 وصول الساعة 8:45 صباحا، مغادرة الساعة 9:45 صباحا. السعودية الرياض وصلت الساعة 8 صباحا، مغادرة الساعة 9:40 صباحا. فلاي أدر الرياض رحلة 635 وصلت الساعة 11:50 صباحا، مغادرة الساعة 12:45 ظهرا. فلاي ناس جدة رحلة 593 وصلت الساعة 1:10 ظهرا، مغادرة الساعة 2 ظهرا. السودانية القاهرة رحلة رقم 102، مقادرة الساعة 4 مساء وصول الساعة 10:30 مساء. الخطوط الجوية الأثيوبية من أديس أبابا رحلة 344، مقادرة الساعة 11:40 صباحا وصول الساعة 11:40 صباحا، مقادرة الساعة 4:30 مساء. طيران الإمارات من دبي رحلة 733 وصول الساعة 4:35 مساء، مقادرة الساعة 6:05 مساء. مصر للطيران من القاهرة رحلة 855 وصول في الساعة 6:30 مساء، مغادرة الساعة 7:30 مساء. الشركة العربية القاهرة رحلة 700 وصول في الساعة 9:15 وصول في الساعة 9:15 مساء، مغادرة الساعة 10 مساء. فلاي دبي رحلة 6 فلاي دبي من دبي رحلة 631 وصول في الساعة 10 مساء، مغادرة الساعة 11 مساء. الشركة العربية الشركة العربية للطيران من الشارقة رحلة 632 وصول في الساعة 11:45 مساء، مغادرة الساعة 12:30 مساء. الخطوط الجوية التركية من اسطنبول رحلة 680 وصول في الساعة 11 مساء، مغادرة الساعة 12:30 صباحا. الخطوط الجوية القطرية من الدوحة رحلة 13:31 وصول في الساعة 10:25 مساء، مغادرة الساعة 12:50 صباحا. الخطوط الجوية الكينية من نيروبي رحلة 348 وصول في الساعة 1:15 صباحا، مغادرة الساعة 2:15 صباحا. مصر للطيران من القاهرة رحلة 853 وصول في الساعة 2:10 صباحا، مغادرة الساعة 3:10 صباحا إن شاء الله. الخطوط الجوية الأثيوبية من أديس أبابا رحلة 342 وصول في الساعة 2:20 صباحا، مغادرة الثالثة والنصف صباحا. صن إير جدة رحلة 200، مغادرة الخامسة والنصف صباحا وصول في الساعة 10:30 صباحا القدر. فلاي ناس من الرياض رحلة 293 وصول في الساعة 5:05 صباحا، مغادرة الساعة 5:55 صباحا. فلاي ناس الرياض رحلة 251 وصول في الساعة 6:40 صباحا، مغادرة الساعة 7:30 صباحا. فلاي أديب من الرياض رحلة 635 وصول في الساعة 7:05 صباحا، مغادرة الساعة 8:05 صباحا. فلاي أديب من جدة رحلة 781 وصول في الساعة 8 صباحا، مغادرة الساعة 9 صباحا. الرحلات العالمية، الرحلات السودانية رحلات تركو جدة رحلة 232 وصول في الساعة 9 صباحا. بدر جوبا رحلة 636 قادرة الساعة 5 صباحا وصول في الساعة 6:30 مساء. تركو جوبا رحلة 381 قادرة الساعة 8 صباحا وصول في الساعة 4:30 مساء. بدر جدة رحلة 662 مغادرة الساعة 9 صباحا وصول في الساعة 1 ظهرا. بدر القاهرة رحلة 160 مغادرة 9 صباحا وصول في الساعة 6:30 مساء. بدر القاهرة رحلة 270 مغادرة 9:30 صباحا وصول في الساعة 4 مساء. بدر الرياض رحلة 670 مغادرة الساعة 2:30 ظهرا وصول في الساعة 4:40 مساء. تركو جدة رحلة 204 مغادرة الساعة 3 ظهرا وصول في الساعة 7 مساء.
تارك للطيران الدوحة رحلة 234 مغادرة الرابعة مساء وصول في الساعة 12:30 صباحا. بدر جدة رحلة 660 مغادرة الرابعة مساء وصول في الساعة 8 مساء. بدر اسطنبول رحلة 690 مغادرة الخامسة مساء وصول في الساعة 2:30 صباحا. بدر القاهرة رحلة 684 مغادرة الساعة 6:30 مساء وصول في 1 صباحا. تركوا للطيران الأسمرة رحلة 214 مغادرة 8 مساء وصول في الساعة 11 مساء. تركوا القاهرة رحلة 112 مغادرة 8:30 صباحا وصول في الساعة 2:30 صباحا. بدر الدوحة رحلة 680 مغادرة الساعة 8:30 مساء عودة 5 صباحا. بدر دبي رحلة 200 مغادرة التاسعة مساء وصول في الساعة 7 صباحا. تارك الشارقة رحلة 246 مغادرة الساعة 2 صباحا. تارك الرياض رحلة 216 مغادرة الساعة 4 صباحا. تارك جدة رحلة 202 مغادرة في الساعة 4 صباحا القصر. بدر القاهرة رحلة 160 مغادرة 9 صباحا الغد. مع تحيات الاستعلامات الجوية وتحياتي وضيعة باشمهندس عوضية من استعلامات المطار على هذه التغطية لحركة الطائرات الهابطة والمقلعة من وإلى مطار الخرطوم الدولي. وحبدأ طوالي من مطار الخرطوم الدولي بإحصاءات الناس اللي قاعدة تسافر إلى مصر، زي ما هو موضوعنا أسفل الشاشة، هجرة السودانيين لمصر، أسبابها، إيجابياتها وسلبياتها.